ابن جرير هو محمد بن جرير بن يزيد الطبري. وابن جرير رحمه الله يقول ابن خزيمة رحمه الله عنه يقول لا أعلم أحدا أعلم منه. وله تفسير جميل، وجماله يكمن في أن جميع المفسرين لتفسير القرآن بالأثر عيال عليه. ولذا لو نظر إلى تفسير ابن كثير رحمه الله لوجد أنه عبارة عن مختصر أو شبه مختصر لتفسير ابن جرير. وقد أثنى على هذا التفسير شيخ الإسلام رحمه الله، أثنى عليه ثناء كبيرا. وهذا يدل على أن ابن جرير رحمه الله كان يعنى بالسند، فإذا أراد أن يفسر آية فإنه يذكر قول من فسر هذه الآية بالسند، حدثنا فلان حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن ابن عباس رضي الله عنهما. هذا كمثال. وقد جمع في تفسيره آثارا كثيرة، ولكن المشكلة في هذه الآثار أن بعضها ضعيف، فجمعه لهذه الآثار بهذا العدد جمع حسن يريح طالب العلم في معرفة أقوال السلف والاطلاع عليها من كتاب واحد، ولكنه مشكل باعتبار أنه لم يبين رحمه الله الضعيف من هذه الأسانيد. وهذه هي اللمحة الغالبة في تفسيره، فهو التفسير بالأثر، ويستشهد عليها بالشواهد اللغوية، ففيه شيء من اللغة. وابن جرير رحمه الله ينقل إجماع الأمة، لكن الذي يعكر على نقله للإجماع أو على نظره في الإجماع أنه لا يعتد بمخالفة واحد أو اثنين من العلماء، فإذا خالف واحد أو اثنان طرح قولهما ونقل الإجماع. وهذه مسألة خلافية عند علماء الأصول، والصواب أنه لا بد من إجماع الأمة ممن يعتد به في الإجماع معتقدا وعلما في الشريعة، وذلك لأن الإجماع لا يكون إجماعا في صورته الحقيقية إلا باتفاق الكل على حكم واحد.